على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلق شوطنا الثاني وشوطنا الثاني الخاص بالجعدان الفطامين من مسافة 1500 متر. تنطلق الأسماء، تنطلق الشعارات المزينة لأرضية ميدان سيف العرب. نسير مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط. هناك مدريد على المركز الأول، سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي يقدم لنا مدريد مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز من الجانب الآخر، وتابع التقدم. هناك الطياري يتقدم، ناصر بن معيوب بن سعيد الشاعر ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز شاهين علي بن نصيب بن سعيد الكعبي مع المركز الثالث والمركز الرابع من الجانب الآخر. هذا شعار بو سحر. هناك مياس ناصر بن حميد بن خليفة بو سحر الشامسي مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام. هناك شاهين مطر بن عبيد بن غدير الكتبي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن الشاعر غير مع الصدارة، غير مع المقدمة، مع الطياري، غير الطياري يحلق على أرضية ميدان سيف العرب. الطياري على البداية، ناصر بن معيوب بن سعيد الشاعر المنصوري يقدم لنا الطياري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بدأ بالهبوط التدريجي، بدأ بالانطلاق أيضا إلى خط النهاية. يا سلام يا سلام يا الطياري، يا سلام يا سلام، الطياري على المقدمة، الطياري على الصدارة، يا سلام يا الشاعر. ولكن الأسماء القادمة، الأسماء القادمة، ولكن خلاص قفلها الطياري، قفل أمور هذا الشوط. تهانينا والناموس ناصر بن معيوب بن سعيد الشاعر المنصوري على فوز الطياري بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني الماهر سيب بن نايع بن سالم القفلي، والمركز الثالث، المركز الثالث كان فيه شاهين علي بن نصيب بن سعيد الكتبي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتهنية لمالك الطياري على هذا الإنجاز الرائع، ناصر بن معيوب بن سعيد الشاعر المنصوري. تهانينا والناموس.